أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم.
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماء فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم الفاتحة.